السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عندي على فكرة قناة تانية اللي هي القناة الدينية. القناة ديت الحمد لله قربت تتفعل، وانتوا عارفين ان القناة عشان تحقق ربح محتاجة مشاهدات بصفة دائمة، مشاهدات مثلا بالالاف وكده. عشان كده القناة الاساسية بتحقق ربح، ولكن ربح ضعيف زي ما كلكم عارفين، لان عالم اليوتيوب بنجوم. النجوم دول اللي هم اللي عليهم مشاهدات عالية، مشاهدات مليونية ومشاهدات بعدة الاف، كل فيديو مثلا 400,000 500,000. الحاجات دي هي اللي بتحقق ربح معقول للقناة. فانا شايف ان قناة واحدة لا تكفي. يعني انت بتعمل مثلا قناة حظك فيها مثلا مش قوي، او الحمد لله متفعلة وكل حاجة القناة الاساسية، بس طبعا حسب المشاهدات وكده فالارباح بتبقى ضعيفة. فبحاول افعل يعني القنوات الاخرى مثلا زي القناة الدينية، لقيت انها قربت جدا من التفعيل ان شاء الله. فلو جينا دخلنا على استوديو القناة ونختار تحقيق الربح ندوس عليه، هنلاقي ان عدد المشتركين 286 والمطلوب طبعا 1000 مشترك. الشرط الثاني اللي هو 4000 ساعة الحمد لله تحقق. الشرط الثالث ميزة التحقق بخطوتين متفعلة. الشرط الرابع مفيش انذارات بمخالفات ارشادات المنتدى. فالحمد لله كل الشروط متوفرة ما عدا عدد المشتركين اللي لازم يوصل لألف. بفضل الله وبفضلكم انا بدعوكم للاشتراك في قناتي التانية، القناة الدينية، وربنا يكرمكم ان شاء الله ويبارك فيكم، واتمنى للجميع النجاح والتوفيق. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.